السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله الحمد لله الحمد لله حمدا طاب وانتشر على ترادف جود الحمد لله حمدا طاب وانتشر على ترادف جود في الوجود سرى الحمد لله حمداً سرمداً أبداً ما عانق الغيث وجه الأرض حين جرى حمداً كثيراً به أرقى حمداً كثيراً به أرقى إليه سبحانه على منابر نور عند الإله سبحانه الحمد لله وحده لا شريك له نحمده سبحانه شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطاً مستقيماً وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا ومخرجنا بإذن ربه من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم أما بعد، جماعة المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. فالحق تبارك وتعالى يقول في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد جئت اليوم إلى هاهنا، وما أدراك ما هاهنا؟ إنه بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. جئت بتعليمات نيابة عن فضيلة وزارة الأوقاف بالشرقية لإعادة إقامة الشعائر في هذا البيت العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي كل من ساهم في إعمار هذا البيت خير الجزاء، وليس هناك أفضل مما قاله ربنا تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. ولقد استمعنا إلى قارئنا الكريم جزاه الله عنا خير الجزاء، وجعل هذه التلاوة نوراً له وبرهاناً يوم القيامة ولنا جميعاً. يقول ربنا في هذه الآيات: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع. فهنا مما استرعى انتباهي قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. فهنا جار ومجرور، لا بد وأن يكون له متعلق. فهل يا ترى
فيا ترى ما هو متعلق الجار والمجرور في قوله تبارك وتعالى في بيوت؟ إنه النور، إنه النور، حينما قال ربنا نور على نور، نور مادي يحظى به المؤمن والكافر على السواء. أما النور المعنوي فهو الذي يكون في هذه البيوت نور على نور، ولذلك قال الله تبارك وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يهديهم الله إلى هذا النور، النور المعنوي. أرأيت إن كانت عندك آلة، أيا كانت هذه الآلة، أيا كانت هذه الآلة، تأخذها كل يوم إلى صانعها ليحدث لها صيانة كل يوم، فهل ترى من عطب أو عطل في هذه الآلة؟ كلا. فكيف بصانع سبحانه تعرض عليه صنعته في كل يوم 5 مرات؟ أيكون في هذه الصنعة عطب أو خلل أو عطل؟ لا والله. إذا ما دخلنا هذا البيت وكنا رجالا كما قال ربنا تبارك وتعالى فيه رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فيا ترى هل عرض كل منا نفسه على صفات هؤلاء الرجال ليكون منهم ومعهم أم لا؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، صفاتهم إذا ما دخلوا هذا البيت تركوا كل زخارف الدنيا وراء ظهورهم عند باب المسجد، لأنهم دخلوا لينالوا شرفا ومكانة وأجرا عظيما من الله تبارك وتعالى الذي يرزق من يشاء بغير حساب. يسبح له فيها بالغدو والآصال، تدخل هذا البيت وكلك هموم إلى صانعك ليعيدك صنعة ليس بها خلل، ليس بها عطب، تزال عنها الهموم والغموم، شريطة أن تخلص لله تبارك وتعالى وأن تكون عابدا بحق لله تبارك وتعالى، لا تعلق لقلبك إلا بذكر الواحد الأحد. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لماذا؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمسجد مدرسة تربوية. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن:
تطمئن القلوب. ثم بعد ذلك نأتي إلى عنصر من موضوع خطبة اليوم، ألا وهو مواقف الشرف والنبل في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن أتكلم عن هذا العنصر أو عن هذا الموضوع في عنصر واحد لذلك المقام، أقول هنيئا لكل من شارك في إحلال وتجديد هذا البيت، هنيئا لكل من شارك في أعمال هذا الصرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يكونوا من المفلحين بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن موقف من مواقف الشرف، وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم شرف ونور، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى وصفه قائلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكيف لنبي أرسله الله كافة للناس؟ ألم يكن خير مثال لكل شرف ونبل؟ نعم، إنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. موقف نحتاجه في واقعنا، فكل ألسنتنا تنهج بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هل سأل كل منا نفسه سؤالا: أين النبي في حياته؟ كلنا لما بنسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام بنقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. فيا أخي ويا أختي المسلمة، سؤال ينبغي لكل منا أن يوجهه لنفسه: أين النبي في حياتي؟ ربنا في القرآن بيقول إيه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأين الرحمة فيما بيننا؟ أين العفو عند المقدرة في حياتنا؟ ولو نظرنا في كل جوانب الحياة فما من جانب من جوانب الحياة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم هديا في هذا الجانب. فأين نحن من قول ربنا تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله؟ موقف واحد نحتاجه كلنا في حياتنا عشان ننهى ونبتعد بأنفسنا عما ورد في القرآن من عظم إثم مخالفة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. موقف واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يجسد موقف العفو عند المقدرة. عفوني إن في بينا بنشوف نرى رأي العين ونسمع ولم يبلغنا أحد عن كثير من المشكلات التي تحدث في واقعنا الذي نعيشه. وحينما
تخاطب إنسانا طرفا في هذه المشكلة يتعالى ولا يرضى عن العفو. ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن إن تبدوا خيرا. فإذا نسمع بس بقلوبنا قول ربنا سبحانه وتعالى وكلنا بنقرأ القرآن، لكن يا ترى كلنا بيعمل بالقرآن اللي ربنا قال فيه إيه؟ كتاب أنزل إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شوف ربنا بيقول إيه؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فيا أخي ربنا مع قدرته وقوته وسلطانه وقهره يعفو، فكيف بك أيها المخلوق الضعيف حينما تطلب للعفو لا ترضى ربنا مع قدرته وقوته بيعفو. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فشوف رسولنا صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين أن الكفار كلهم لم يبذلوا جهدا في تقليل الأذى أو في إيقاع الأذى وإلحاقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد تحمل صنوفا من الأذى في سبيل تبليغ الدعوة، ولكنه حينما دخل فاتحا لمكة جلسوا تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ما أنت فاعل بنا، كلهم متوقعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سينال منهم وسيقتص من هؤلاء، إلا أنه قال مثل ما قال يوسف لإخوته، لما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلمنا هذا الدرس، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ذلك معلما إيانا من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه خيره الله تبارك وتعالى بين الثور العين يختر أيها شاء. ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونستغفره ونتوب إليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا ومخرجنا بإذن ربه من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جماعة المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأذكركم ونفسي بقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأحذركم ونفسي من عصيانه تعالى فإن المعاصي تباعد العبد عن مولاه. ونصلي ونسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم ربنا صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
أصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت أرواحنا في أجسادنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، علينا جميعا أن نعلم أن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا: بيوتي في الأرض المساجد وزواري عمارها. فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. علينا أن نعلم جميعا أن المساجد مدارس تربوية، إذا أردنا أن نحظى بفضل الله فلا علينا إلا أن ندخلها تاركين زخارف الدنيا وراء ظهورنا، ونذكر ربنا تبارك وتعالى كما أمرنا. وكذلك علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق سنته، أن نجعلها واقعا عمليا في حياتنا، لنحظى برفقته صلى الله عليه وسلم وبمحبته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق من قام بأعمال هذا المسجد وأن يجزيه خير الجزاء. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطاهر ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فعسى أولئك أن
جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستقون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم.
ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كل عام وأنتم بخير، ومبارك افتتاح هذا الصف العظيم. طبعا زي ما سيادة الشيخ حسن أبو عطية تفضل وقال، إحنا بنشكر كل من ساهم في إعمار هذا المسجد. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها، أنا لما أدخل جنبه ده إن أنا أجيب نفسية إدعاء المسجد، ولكن هو أنتوا عارفين تعليمات الوزارة والكورونا والكلام ده. ولكن أنا مهم بيهم ولا شيء فيها. طيب البند الثاني إن شاء الله هنكون هنا كل فقرات الدروس إن شاء الله. مش هنطول عليكم لأن التعليمات جاية من ما فيش ما تطولش خالص يا الله خالص. أنا إن شاء الله هنستاذن بطل الشيخ حسن يعني في الكلام بالظبط تلت ساعة لسيادة الشيخ حسن. هو طبعا أنا بذكر مولانا الشيخ حسن نيابة عن فضيلة الشيخ زكريا الخطيب في الوزارة، والشيخ حسن طبعا نجم محبوب وشرف المكان المنور بنوايا الله. كل عام وأنتم بخير. أن نستنى دلوقتي لفصل الثلاث دنيا إن شاء الله للشيخ أحمد عمر، وبعد كده نفتح الرمزية بتلاوة قرآنية للشيخ عبد الله محمود عليه الصلاة والسلام.